المستويات، المستوى الدولي نفسه بشروطه بمعاييره الدولية ضمن الخطة الاتحاد الفروسية لإقامة هالمباريات هاي، فحتى فرسان يكونوا دائما على جاهزية عالية لأي مشاركة خارجية وعدم انقطاع عن الجو المباريات. وطبعا حماس عم نشوفه من بين الفرسان للفوز بهي البطولة، يعني كمان بطولة دمشق لها أهمية عند فرساننا لا يحرزوا هالبطولة هاي. هي نفس التجهيز ونفس الكواليتي، يعني نفس ترتيب كأنه مباراة دولية، يعني نفس النظام تبعه. الحمد لله أنا معي حصان جديد اسمه كالفن، اليوم هيك الحمد لله قدرنا هيك نكون صح مع بعض وربحت المركز الأول. اليوم أنا ربحت بطولة الميني تور، الحمد لله قدرت بجدارة أنه حقق المركز الأول بالزمن الأسرع. عم نشوف اليوم الأخير بالمباراة، الارتفاعات للجائزة الكبرى 140 سنتي، المنافسة شديدة بين الفرسان.